بقى نيجي لغرفة الأطفال. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وعجبني جدا جدا تفكير عروستنا في موضوع بقى المفارش بتاعة السراير، اختفينا بالملايات عادي جدا، مش لازم المفرش السوفت، مش أساسي خالص إطلاقا. لو عروسة مش حابة تجيبه أو شايفة إن هي مش هتستخدمه دايما، تكتفي بملاية تكون ماشية مع ستايل الأوضة وشكلها، حاجة زي كده، ملاية قيمة وشيك، احسن بكتير من مفرش تفرشيه مره وبعد كده تركنيه. انت اولى بفلوس وتحطيه في بدايه حياتك في حاجه اهم بكتير. ده طبعا رايي الشخصي، مجرد يعني بقترحه عليكم مش اكتر. طبعا كل حد حر، كل حد يجيب اللي يناسبه واللي يريحه. انا مجرد رايي الشخصي ده لنفسي بقوله، لو عجبكم اوكي، ما عجبكوش اديني قلته. المهم هنا بقى موجود ستاره زي ما انتم شايفين قصيره كده، علشان تقليب السرير او ان اللي بيجي يفرش ما يتضايقش ويقعد يدكك في ستاره. بيعجبني جدا يعني تفكير الناس اللي ستاره جنب الشباك فيقوموا عاملين كده. بصوا لو اخدتوا بالكم اصلا الشبابيك هنا الموتيل اللي هي عازله للصوت وكل حاجه، وفي برده وراها الشيش العادي خالص، يعني لو حابه تفتح وتهوي وكل حاجه او عايزه تشنكل كده حاجه بسيطه او تعتم الدنيا، حلوه جدا مش محتاجه بلاك اوت او حاجه. هنا طبعا الفريزر، الديب فريزر زي ما انتم شايفين، نظرا لضيق المساحه في المطبخ فكان موجود معانا في الغرفه. هنا بقى ده فستان العروسه وهي بيبي وهي مولوده ان شاء الله اللهم بارك. شوفوا الطعام اهو، كياته والقمر، يعني انا حطيت اوريه لكم. كانت جايبه على ذكرى لبس كتير ليها وهي بيبي، ومحتفظ مامتها محتفظه بيه، ربنا يا رب يبارك في عمرها. فشوفوا الفستان بتاعها قمر وعسل ازاي، حطيته بس اوريه لكم كده، وبعد كده شلناه بقى وعيناه. عقبال يا رب ربنا ما يرزقها ان شاء الله بالذريه الصالحه وتلبسه كمان لبنوتتها باذن الله. هنا كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، المفروشات بتاعت عروستنا وذوقها الراقي في اختيارها للالوان. ركزوا جدا هتلاقوا ان بجد ذوق راقي جدا، ولا شغل كتير ولا رسومات كتير، المفروشات بسيطه جدا. احنا زينا فيها بالستانات فقط، بشغل الستان زي ما انتم شايفين، حتى الفوط الرسومات اللي عليها بسيطه برضو جدا جدا، يعني حاجة اكيد بتنعكس على ذوق العروسة اللي اكيد واضح لكم من بداية الفيديو. هنا كده حطيت في الجنب البطاطين دول والحفة، حطيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا هم بيبقى لفتهم كبيرة فعملتها كده بالشكل ده، وعملت كل ستان فيهم مختلف عن الستان التاني بحيث ان يعني يبقى فيه اختلاف، ما يبقوش كلهم شبه بعض، يعني هي الحاجة بسيطة فبنشغلها احنا بحاجات بسيطة. هنا كده دي كوفرتا كده بينا الشراشيب اللي فيها زي ما انتم شايفين، وهنا كده جنبها كوفرتا تانية عاملين عليها فيونكة. اما هنا بقى باقي الفوط، وفي فوط حتى الرسومات اللي فيها رسومات بسيطة ورقيقة جدا. استخدامها شلتهولها موجود معاها في الدريسنج في غرفة النوم، ودي الفوط الزيادة اللي تبقى مثلا خاصة بالضيوف او كده. هي اعدادها في الفوط كانت مناسبة وعقلة جدا جدا فيها، جايبة الاعداد الطبيعية لاي حد يعني. وهنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كده بطانية كبيرة وجنبها كده اتنين دفاية، شوفوا حتى البطانية بسم الله ما شاء الله البطاطين اللي هي الاسباني. وهنا كده برضو الملايات بتاعتها برضو بالالوان بتاعتها بالرسومات اللي عليها، بجد مش محتاجة شغل ولا دوشة كتير ولا يعني حركات كتير، هي بجد حطتها كده برقتها ماشية جدا مع حاجتها. وهنا كده الى الحفة الفايبر عملنا عليهم الستانات بالشكل ده، وبكده يكون محتويات الدولاب ده معانا خلصت.